تعالوا نروح لموضوع برضو مهم جدا. تغيير المواسم بيسبب جفاف في العين وحساسية في العين، خاصة كمان مع الجلوس على الجهاز الموبايل فترات طويلة، فده بيؤدي أكتر لضرر بالعين. أتعامل مع عينيا إزاي، خاصة إنه تقلبات الطقس فعلا بتؤذي العين جدا جدا جدا، وده اتقال في إحدى المواقع الخاصة بالصحة On My Health، قالت إنه في نصايح كده معينة خاصة بالعين، إن أنا ما بقاش حاطط الموبايل كده قدام عيني بشكل مباشر، لازم أبعد التليفون عن عيني شوية، أقلل التوقيتات اللي أقعد على الموبايل، أستخدم قطرات معينة تطرب العين. طيب برضو التفاصيل والتعامل والوقاية، دكتور شريف المنسي استشاري طب العيون ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بمستشفى جامعة القاهرة، صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الفل، أهلا بحضرتكم والمشاهدين جميعا. صباح الخير دكتور. يعني مين أكتر الناس معرضة لجفاف العين؟ هو أكثر الناس معرضة لجفاف العين طبعا بيكون كبار السن أولا، وبعض الناس اللي عندهم أمراض زي مثلا الروماتويد أو الأمراض المناعية، بعضها مش كلها، والناس اللي للأسف بيفرطوا في استخدام القطرات بتاعة العيون بدون رجوع للطبيب، لأن قطرات العيون كلها أو معظمها، يعني ما أقدرش أقول كلها، بيبقى فيها مادة حافظة، كتر استعمال المادة الحافظة دي بدون إشراف الطبيب، طبعا المادة الحافظة دي مع كتر الوقت هي نفسها بتعمل جفاف لسطح العين. دي طيب أشهر تغيير حاجات. المواسم يا دكتور بيفرق في جفاف العين ونتعامل معاه ازاي؟ طبعا احنا عندنا اشهر حاجه في المشاكل دي اللي هي تقليب الفصول، الدخول ما بين فصل الصيف والخريف، الخريف والشتاء، الشتاء والربيع وهكذا، الحاجات دي كلها علشان اختلاف درجه الحراره الكبير اللي بيحصل خلال اليوم الواحد ده بيخلي طبقه الدموع بتاعت العين معرضه للجفاف اسرع من اي وقت تاني، خصوصا ان انا عندي المفروض العين لما الواحد يمشي الجفن بيعمش دي بتتم في حوالي 14 ل 16 مره في الدقيقه، كل مره بتفرد طبقه جديده من الدموع. لو بيكون عندي اختلاف سريع في درجات الحراره او بالذات مثلا الاوقات اللي هي الخريف، الحاجات دي الواحد بيتنقل من تيار هواء لجو عادي، بيدخل من مكيف يطلع لهواء عادي، الحاجات دي كلها بتخلي تغيرات سريعه في درجه الحراره دي بتؤدي لسرعه جفاف الدموع بتاعت العين، فالرمش العادي ما بيبقاش قادر يلحق ان يرجع طبقة الدموع كما كانت، فهو ده اللي يبتدي يخلي الواحد يحس بجفاف العين، درجات متفاوتة طبعا حسب كل واحد والتاني. ايه الطريقة بقى ان انا ارجع بيها طبقة الدموع؟ هل بالقطرات؟ التعامل ازاي؟ يعني طبعا بالنسبة للقطرات احنا بنقول لازم ما نستعملهاش استشارة الا طبيب. تحت اشراف الطبيب، ما ينفعش انا استعمل قطرات من نفسي ابدا لان دي ممكن تعمل مشاكل. ولكن بالنسبه للحفاظ على طبقه الدموع بتاعت العين طبعا بنقول النصايح اللي هي المفروض نتبعها، نتجنب تماما تيارات الهواء المباشره، ما بقاش مثلا لو انا في الصيف او مثلا يعني شوية الجو حر او حاجه بقاش قاعد في وش المكيف، ابقى قاعد في وش المروحه، ما اقعدش جنب شباك عربيه مفتوح وابقى الهواء خابط في وشي مباشره، لان الهواء ده بيساعد على ان طبقه الدموع جفاف. تنشف بسرعه. اتجنب التغيرات المباشره في درجات الحراره، ما دنيش مثلا اتنقل من سخن لبارد، من سخن لبارد دي كلها هتعمل مشاكل بالنسبه لي لانها هتخلي طبقه الدموع تنشف بسرعه. وبعدين احنا عندنا طبعا مشكله حديثه كل بيعاني منها الا وهي الموبايلات واللابتوبس دي والايباد بتساهم اكتر يا والتابلتس دكتور؟ والحاجات طبعا دي. نعم يا فندم؟ بتساهم اكتر في جفاف العين. لا دي عامله لنا مشكله قويه، لان الواحد لما بيركز في الشاشه اللي قدامه ايا كان نوعها معدل الرمش بيقل، فانا بدل ما الرمش بيبقى من 14 ل 16 مره في الدقيقه وطبقه الدموع بتتجدد، الرمش ده بيقل ممكن ينزل لثلث كده، ممكن يبقى طب 10 مرات. دكتور هل فعلا لما بعمله اللي هو النايت مود او بقفل الشاشة نورها القوي ده بيفرق وما ضلمش الأوضة واخلي الشاشة ضلمة، ولا بالعكس انورها بالزيادة؟ كان في شوية نصايح كده قريتها. هي مش دي اللي بتحمي قوي، يعني هي كل انا ما قللت الاضاءه كل ما بتساهم
فإنها تريح العين، تريح بس مش مسألة الدموع، لأن الإضاءة الشديدة بتخلي أطراف الأعصاب الموجودة في القرنية هي اللي تتحسس والواحد يحس بالألم. فتقليل الإضاءة بيريح ولكن مش بيشيل الأثر. فبالتالي لما أنا بركز في الشاشة اللي قدامي معدل الهرابشو بيقل، الدموع بتتبخر أسرع. أنا طبعاً بشكر حضرتك دكتور شريف منسي استشاري طب العيون ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بمستشفى جامعة القاهرة، والموضوع ده على فكرة ممكن يعني نعمله حلقة لأنه هو مهم جداً جداً، إحنا نسأل في تفاصيل كتيرة جداً خاصة بالعين وتأثير السوشيال ميديا أو الأجهزة الإلكترونية على العين. في الآخر نصيحة كده عامة، أرجوكم قللوا الإعاد على هذا الجهاز. أنا بنصحكم وإحنا كلنا بنقعد على التليفون، محدش بيقول ما بنقعدش، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل التعامل المباشر والقريب للأجهزة الإلكترونية.